السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزيد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على نقولوا بعد الانتهاء يعني من كأس افريقيا تاع الناشئين والمهزلة، يعني مهزلة ما نقولوش تنظيم ولا لا، ماشي تنظيم ولا ما نزيدوش، ماشي تنظيم فات يعني بشهادة حتى مدربين وحتى رؤساء اتحاديات، يعني التنظيم في احسن يعني احسن حاله، فات مع تنظيم ملعب يعني وين حتى وين المدرب وين كاين منتخبات، يعني خاصه وين شيبا وين تكلم وكان نزيه، يعني كان نزيه وقال لهم باللي الملعب تاع قسنطينه ساعدنا بزاف، يعني ساعدنا يعني في لعب كره قدم. هذه صح، هذه ما واحد ما يكذب، واحد ما يزيد على واحد. لكن المهزلة وين؟ المهزلة بعد يعني الإقصاء وبعد بدا وبعد بدا بطولة. أنا نهضروا على الحقائق، لازم ننساو ناس، ننساو المغرب، ننساو السنغال، ننساو من ننساو من ننساو العالم اللي راه هرب علينا وحنا مازلنا يعني ماناش العالم الثالث، رانا تحت العالم الثالث، رانا في العالم الخامس، يعني رانا الوالي، رانا التوالى مع الوالا، رانا التوالى مع الوالا اللي توالى، فاهم؟ رانا التوالى، رانا الوالا مع التوالى، رانا حنا خير من كاع التوالى، حنا رانا خير منهم، يعني في المهازل، في التصريحات، لا إعلام، لا كرة قدم، لا مكاش نهضروها ونعاودوها، لازم تغيير شامل، نهار اللي يكون كاين تغيير شامل، يعني نتكلمو. نتكلموا على الحقيقة. أنا مانيش ضد هذا معطاوي ولا بصح شكاين، لا واحد كيما مراد مع فريد معطاوي، أنا نتمنى له يهدر على الفساد اللي راهنا، فساد اللي راهنا، ما تقوليش باللي لا ما نهدرش ما نهدر. لا لا الفساد اللي راهنا هدر هنا شرا صاحبي قدام عينكم، عيب كيف أنت يا مخلي عمود داخلك في عينك وتشوف فيه البرا يدخل في عين القجع، وانت عمود داخل في عينك تشوف لي فيه البرا بيتوشي ناموسه صغيره بيتوشي القجع، وانت عمود كامل جدره كاليتوسه كامله داخلت لك في عينك ما شفتوهاش، كما تشكلوا علينا. سمعوا هنا كيفاش يتهموا، يعني اتهامات باطله، ما كاش اتهامات، هذو ما كاش، هذو الصوالح كاع ما كاش، هذو الصوالح انتوما بركاكم دايرينهم، هذا مكان اخر منعود عليكم اخر اللي هو مرزوق سامي الذين كانوا اذا درجه خمسه في الرنين المغناطيسي، لكن اذهب معي الى لا هو عبر هذه الحكم في تصحيح بعض الاخطاء التي قد تغيب عنه لابتعاده عن نقطه يعني المشكوك فيها، لكن قلت لك بان افريقيا عندما تستخدم الفار بعد يعني تجد يعني وراء على تلك التقنيه افارقه دائما، يعني حتى ونحن نستقدم الفار سوف لن نثمنها. يا سي معطاوي رانا نشوفوا في اوروبا، رانا نشوفوا شفنا في كاس العالم، شفنا في كاس امم اوروبا، شاهدنا مهازل تحكيميه بالفار ومهازل تحكيميه، يعني على راكم تتهموا غير في افريقيا. هذا الفار تماما مثل ما يحدث مع الرنين المغناطيسي، الذين استحدثوا الرنين المغناطيسي لكي يحددوا هذه الفئات عبر هذه يعني هذه نتائج المنتخب الجزائري، هذه نتائج المنتخب الجزائري. تخيل اننا يعني جمال راشدي اش قال لكم في ربع ايام ولا اش قال لكم؟ قال لكم يا ودي قبل لا نلعبوا مع السنغال قلنا للاتحاديه وقلنا لمصطفى بالسكري وقلنا لهم باللي يا ودي راه معنا وثائق باللي هاد اللعابه كبار راهم فايتين 20 عام غادي يلعبوكم، قالوا سي تروطار معنا ما نديرو. ها سي تروطار قعدوا في هذه الدوره كيف ذلك؟ في نوفمبر الماضي وهم هذا الثلاثي كان الرنين المغناطيسي قد توقف عند الدرجه الخامسه في زناد هؤلاء بعد ثلاث اشهر، المعطيات العلميه تقول طيب شوف بن روزيل طه الذي هو بن روزيل طه في تخيل في نوفمبر الماضي في دورة شمال افريقيا التأهيلية كان الرنين المغناطيسي قد اكد بانه من الدرجة الخامسة في زينادو، سجل هذه الملاحظة. هناك لاعب اخر، هما لاعبين يعني في ارضية الميدان والحارس لاعبين، هناك لاعب اخر اسمه شلاغمو سيف الدين والناير ايمن، هذا الثلاثي الناير كان سجل في شباك المتعلقة. طيب شوف بن روزيل طه
وشلاغ موسيف الدين والناير أيمن تعد 17 سنة في هذه الدورة. كيف ذلك؟ في نوفمبر الماضي وهم هذه هذا الثلاثي كان رنين المغناطيسي قد توقف عند الدرجة الخامسة في زناد هؤلاء بعد 3 أشهر. المعطيات العلمية تقول لك عندما تخضع هؤلاء اللاعبين مثل ما حدث مع الجزائر وقصينا شقرة أيمن، لأنه الرنين المغناطيسي عندما يقول لك بأنك الدرجة الخامسة على 3 أشهر سوف تنتقل إلى الدرجة السادسة. تخيل نوفمبر ديسمبر جانفي فيفري مارس أبريل 6 أشهر، يعني الثلاثي يبقى في الدرجة الخامسة تقريبا درجة 7. رغم ذلك هذا الثلاثي شارك. أتوقف عند ملاحظة أخرى وأتوقف عند الكاف التي يتغنى بها البعض ويقول لك موتسيبي قال بأن الجزائر دعوكم من كلام المعسول لموتسيبي. كيف ذلك؟ في مطاوي انت كنت تهدى كنت تقول بلي موتسيبي راه معنا وموتسيبي من مزرع. احنا كنا نقول لكم يا ودي ها عقلوا مليح، ها راكم تكذبوا فينا وراكم تصحوا الروح. قول بلي كنا غالطين كنا نشكروا في موتسيبي يا ودي. وهدر على السينيغال، السينيغال علاك تهدر على المغرب؟ هدر على السينيغال. سيبي قبيل الدورة يعني صدرت قوانين وقالوا لك على كل المنتخبات المشاركة في دورة أقل من 17 أن تأتي إلى الجزائر 4 أيام قبل انطلاق الدورة. 5 أيام. المغرب أتى يوم قبل من المفروض أن يقصى. لماذا لم يقصى المغرب ولماذا ذهب مباشرة إلى قسنطينة ولم يمر عبر يعني أشعة الرنين المغناطيسي؟ يطرح الأسئلة حتى المنتخب السنغالي لكي لا يقول الأشقاء المغاربة بأننا نستقصد المغرب والخلفية السياسية بيننا. أنا لا أتحدث بالخلفية، أنا أتحدث بمنطق رياضي أبعد السياسة. هؤلاء شباب أبناؤنا أيضا، المنتخب المغربي من أبنائنا والمنتخب السنغالي وكذا، يعني كل المنتخبات نحن نتحدث على فئات صغرى ولا يجب أن نذهب إلى في التحديد إلى أمور أخرى. أنا أتحدث أيضا على المنتخب السنغالي حتى لا يقول المغاربة بأننا نستقصدهم. المنتخب السنغالي أيضا شارك بلاعبين فاق سنهم 17 سنة. هذا أبعد من المنتخب البوركينابي شارك بلاعبين اقل اكثر من 17 سنة. وسوف اعطيك دليل اخر. هؤلاء يعني هذه المنتخبات الاربعة تأهلت الى كأس العالم، من المفروض ان نغير 4-5 لاعبين لان بعد 6 أشهر سوف يصلون الى الدرجة السادسة وما الى ذلك. انا اطالب المديرية الفنية الحالية أن تضع كل القوائم أمامها، القوائم التي شاركت في هذه الدورة في الجزائر وتأهلت إلى كأس العالم. سوف نتابع يعني هذه المنتخبات وسوف نحاول يعني إسلاط الضوء على عدد اللاعبين الذين سوف يغيرونهم في كؤوس العالم، لأن هناك مستوى آخر، معطى آخر، رجل آخر وراء الرنين المغناطيسي ومنطق آخر. لذلك أنا أكدت واليوم أعطيك دلائل بأن الذين فازوا والذين كانوا وصيف يعني لديهم لاعبين أكثر من 17 سنة. وعندما تحدث رزقي رمان على أنه واجهنا منتخب من الأكابر، الرجل كان يعي ما كان يقول، يعني كان يرجع واش قلت انا كنت نقدر بلا هذا المعطيات كبيره يعني عام ولا عامين في الفئه هذه العمريه راهي حاجه كبيره. زيد ضيف الى ذلك لما تقول انت اللاعب عنده 14 سنه يلعب في فئه تاع اقل من 17 سنه، يعني هنايا اسمح لي انا شوف انا المعلومه تاع فريد وتاع باش كنت فائز اكبر فيها هي لا فيفا باش تسوق، فهمت؟ فقط تدي كوب دي موند، فهمت؟ ولكن واش راح تحضر للمنتخب الاكابر؟ كم من لاعب راح يترقى؟ كيفيه التكوين؟ صح ما نغطوش الشمس بالغرب. هذا هو الشيء، هذا هو الشيء اللي هذا هو الشيء اللي يهمنا، هذا هو الشيء اللي يهمنا في المنتخبات، فهمتني؟ شوف احنا كي نقارنوا مقاييس التكوين في اوروبا مقاييس التكوين في افريقيا فرق كبير يا اخي. اوكي يوديسات تقدر تدي كاس عالم، كنت تكلمنا مع على غانا على نيجيريا على ولكن اون فوا تلحق للاكابر اوروبا ريجل راح يا اخي تشوف كل اللاعبين. لا نهضر لك على المنتخبات اوروبا ريتشتاد. انتم تهضروا على التكوين تهضروا يا انتم ما كان والو يا ما فهمناكمش كيفاش راكم تخموا لها انتم التكوين تاعكم هذا. والله ما فهمنا هضروا انتم جيبوا التدبير ديروا تدابير هما لكم.
ما تنساوش عطونا جيم كومنتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. واللي يمشي ابوني يدخل لي ابوني معنا، وربي يحفظكم والبارطاج والجيم.